فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بالنسبة للبيعة هل تنعقد بمبايعة أهل الحل والعقد أم لا بد من مبايعة جميع أفراد الناس؟ هذا تكليف ما لا يطاق، تكليف ما لا يطاق، هذا لا يكلف الله به أنه لازم يبايع كل الأفراد، هذا مشقة على الوالي ومشقة على الناس، مشقة عليهم جميعا، والدين يسر ولله الحمد. فيكفي مبايعة أهل الحل والعقد، وهذا ما عليه سلف هذه الأمة وأئمتها، أنه إذا بايع أهل الحل والعقد لزمت الطاعة لجميع الرعية. نعم.